بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بيجان بيو بيرماكولتير للزراعة المستدامة، الزراعة البيولوجية. هذا هو الخيزران الذي قلنا أنه مقاوم للبرودة. لاحظوا كيف هو. كان في أيام البرد عندما زرعت خيزران يصير بلون شاحب ويميل إلى الاصفرار مثل هذا. هذه الجهة كلها لونها شاحب، لكن هذه الجهة الأخرى لاحظوا كيف هي خضراء ويانعة. وسأقوم إن شاء الله بنقل فسيلة منه كالعادة إلى قن الدجاج، لأننا عندما ننقل الخيزران إلى قن الدجاج يقاوم أكثر البرودة بسبب وجود مخلفات الدجاج، والتي توفر عامل الدفء والحرارة مما يساهم في إبقائه أخضرا طول السنة. سنزيل فسيلة معينة، سنزيل هذه الفسيلة ونزرعها في قن الدجاج. وعملية التقطيع تتم بهذه الآلة، هذه الآلة الحادة.
الأفضل أن أزرعه هنا، أزرعه هنا في الوسط في هذا المكان. إذن هنا سيكون أفضل. إذا قبل أن أغرسه أو أزرعه سأضع السماد، سماد الدجاج. هذا هو سماد الدجاج. إذن هكذا يكون أفضل. نقوم بهذه العملية حتى نطرد الهواء، ونقوم بالسقي لإتمام العملية. لاحظوا الآن، السقي يجب أن يكون جيدا. في المرة الأولى هذا هو الذي غرسته من قبل، نقلته هنا والحمد لله. لاحظوا
السر في هذه العملية اخضرار أوراق شجر الخيزران أو هي مخلفات الدجاج؟ ذلك لأن مخلفات الدجاج تتوفر على معادن كثيرة تساهم في بقاء الخيزران أخضر، وهذه المعادن والعناصر لا توجد إلا في قن الدجاج. لأن من أراد منكم أن يحافظ على اخضرار الخيزران يجب أن يوفر له بقايا الدجاج أو مخلفات الدجاج لكي يبقى أخضرا طول السنة ولا يتأثر بالبرودة. قمت بإحكام ربطه حتى لا يتميل بالبرد. زرعته كذلك في قن الدجاج الخروب. وسأقدم لكم إن شاء الله فيديو خاص عن زراعة الخروب في المستقبل إن شاء الله. وبذلك إخواني أنتهي من هذه الفقرة وإلى حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.